الله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين وجميع المسلمين من الفتن والبدع والضلالات والنار. معاشر المسلمين عباد الله، قد أظلنا هذا الشهر الذي هو بداية أشهر العام الهجري، وها نحن في أول خطبة من هذا الشهر ومن هذا العام، من عام 44 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الزمان قد استدار كهيئته، السنة عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا الشهر الذي نحن فيه شهر الله المحرم كانوا يسمونه بالشهر الأصم لشدة حرمته وحرمة القتال فيه، وقد نهانا الله عز وجل أن نظلم في هذه الأشهر الحرم أنفسنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإثم فيها مضاعف عظيم والعمل مستحب فيها لأنها من أشهر الله المحرمة. فشهر الله المحرم أضافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، فهو شهر عظيم محرم حرمه الله ورسوله وحرمه الناس قبل الإسلام. ألا وإن أعظم هذا الشهر أوله العشر الأول، فقد قالوا كان الناس يعظمون 13 العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم هذا الشهر كاملا أو يصوم أثرا، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وآكد ما يتأكد صومه صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي خلد بصمة خالدة في التاريخ، الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه، وأهلك فرعون وجنوده، وأهلك فرعون وقومه، أهلك الطاغية الأكبر. فقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فوجد الناس يصومون يوم عاشوراء، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئل عن سبب ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون وجنوده، فأمر الناس بصيامه وقال: نحن أحق بموسى من اليهود، نحن أحق بموسى من اليهود.
فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بصيام يوم عاشوراء، وبعث مناديا ينادي بالناس من كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليمسك وليدمر الصيام. وكان في بداية الأمر قبل فرض صيام شهر رمضان واجبا على الأمة أن يصوموا يوم عاشوراء. وفي السنة الثانية فرض الله عز وجل على هذه الأمة صيام شهر رمضان، فنسخ وجوب صيام يوم عاشوراء إلى الاستحباب، وبقي صيامه مؤكدا، وصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفاه الله. هذا اليوم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن فضل صيامه: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة، أي سنة ماضية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. وأما صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقائل منا يقول: كيف أنا أمرنا بمخالفة أهل الكتاب ومخالفة اليهود ونوافقهم على هذا الصيام؟ نوافقهم لأن شرع من قبلنا هو شرع لنا، وقد أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا بصيامه، والأمر كان الوجوب ثم انتقل من الوجوب إلى الندب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لنعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شريعتنا ما ينسخه، إذا لم يرد في شريعتنا ما لم ينسخه. وقد ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء 18 نبيا في سورة الأنعام، فقال في نهاية ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. وقد وردت الأحاديث الصحاح في كتب السنة وفي كتب الزيدية، وقد أورد الإمام الهادي أيضا حديثا أو أحاديث تدل على فضل صيام يوم عاشوراء. فلا يتنكر متنكر ولا يستنكر هذا العمل واحد من المسلمين، سواء كان زيديا أم شافعيا أم من أي مذهب من المذاهب، فهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الأنبياء من قبله. وقد ورد حديث عند الإمام أحمد أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست سفينة نوح على الجودي، لما نجى الله عز وجل نوحا ومن معه في يوم عاشوراء فرست على جبل الجودي، وصامه نوح ومن معه من المؤمنين. فهذا يوم عظيم، ولا يظن ظان بأن الناس والمسلمين لا يصومون هذا اليوم إلا فرحا بمقتل الإمام الحسين عليه السلام ورضي الله عنه. حاشا وكلا أن يكون هذا عملهم وأن يكون هذا دأبهم، لا والله، إن الناس يتحسرون ويتأسفون ويحزنون على مقتل الإمام الحسين. ولو كان الناس فرحين بمقتل الإمام الحسين وجعلوا من مقتله عيدا لما صاموا، لأن المناسب في العيد أن يفطر الناس ولا يصوموا. ألا ترون أن الناس لا يجوز لهم أن يصوموا يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، لأنها أيام العيد؟ أما الصيام فإنه مدعاة للأسى ومدعاة للحزن والخشوع أكثر من الإفطار، فلا يتوهم مترهب أن بصيامنا فرح أو شماتة بمقتل الإمام الحسين عليه السلام رضي الله عنه، وإنما صيامنا تعظيم لشعائر الله، فإن هذا اليوم يوم عظيم عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصيام في يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية صيام التاسع والعاشر، وهي المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة هي صيام يوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
لأصومن التاسع، لكنه لم يصم، لكن رسول الله لم يصمه لأنه داهمه الأجل وتوفاه الله سبحانه وتعالى في العام الذي نوى فيه. أما هو فقد كان ويصوم أصحابه يوم العاشر، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لأهل الكتاب. فمن تسنى له صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهو أفضل وأكمل، وكلما أكثرت من الصيام كان أفضل، وكلما أكثرت من الصيام كان أفضل، خاصة في شهر الله المحرم. ومن لم يتسنى له ذلك فليصم التاسع والعاشر، ومن لم يتسنى له ذلك إلا أن يصوم يوم العاشر فبها ونعمت، وهو يكفر ذنوب سنة الماضية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين، أيها المؤمنون، يوم عاشوراء يوم عظيم يستشعر الإنسان فيه عظمة الله عز وجل وقوة الله عز وجل. فيوم عاشوراء يمثل ثورة عظيمة في وجه الطغيان. ألا ترون إلى أكبر طاغية عرفه التاريخ، إلى أكبر متجبر عرفه التاريخ؟ هو فرعون اللعين، ذلك الذي استعبد الناس، الذي ادعى الألوهية، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أو الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، الذي ازدرى موسى ووصفه بأنه مهين وعيره بنظرة كانت في لسانه لأنه كان لا يحسن نطقا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ذلك الطاغوت، ذلك الجبروت الذي تجبر وتغرس وتكبر على عباد الله، والذي أفسد في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ذلك الذي سجد له وركع له أمم من الناس وهو بكل طغيان وجبروت، يقتل ويستخدي من يشاء ويفعل ما يشاء بغير مراقبة لله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخرج من بيته من حرر الأمة، من كان الهلاك على يده، موسى عليه السلام. قتل فرعون من قتل وفعل ما فعل، فلما صدع موسى عليه السلام بقول كلمة الحق ماذا قال فرعون اللعين؟ وقد كانت بيده القوة والجبروت، وقد كانت بيده الإمكانات كلها للانتقام من موسى ومن كان على شاكلته ومن كان فوقه ومن كان دونه من البشر في ذلك الحين وفي ظل دولته وملكه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، لا زال يستأذن الناس في قتل موسى، ولم يستأذن أحدا في قتل من سبقه من الخلق ومن البشر. لماذا استأذن فرعون الناس في قتل موسى؟ لأن موسى جعل لنفسه رقما صعبا، ولأنه صدع بكلمة الحق في مواجهة الباطل، فقال ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا لم تقتله كما قتلت الناس؟ لأنه اعتز بالله واستمد عزته وقوته من الله. ونحن في هذه الأمة الإسلامية التي تجرح ولا تذبح، التي تمرض ولا تموت، وإن كنا نتعرض للنكبات ونتعرض للشدائد، لكن لنكن على ثقة بالله أن إذا استمدينا النصر من الله عز وجل فإن الله ناصرنا، وأن الله عز وجل معيننا، وأن الله غالب على أمره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أهلك الله عز وجل فرعون اللعين لما خرج هو وجنوده بعد أن بقي في ظلمه وجبروته 40 عاما يعيث في الأرض فسادا. قال فرعون لمن معه لنذهب إلى فرعون وإنهم لشرذمة قليلون وإنه لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون، فأرسل في المدائن حاشرين، فأتبعهم فرعون بجنوده عدوا أو بغيا وعدوا كما قال الله عز وجل. فكان البحر من أمام موسى وقومه
فظن الناس أي تيقن الناس أنه ملكون إما بالبحر وإما بفرعون وجنوده، وقد كان عددهم كثيرين وكانوا كثيرين. قالوا إنا لمدركون، الذين خرج بهم موسى عليه السلام من بني إسرائيل من ثروة فرعون كان عددهم 500,000 من بني إسرائيل، لكنهم كانوا مستضعفين لا حول لهم ولا قوة. قال موسى بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا الذي يجب علينا فعله أن يكون حالنا، يجب علينا أن يكون حالنا ثقتنا بالله عز وجل في كل الأحوال وفي أحرج الأحوال وفي شدة الأحوال، ثقتنا بالله، أملنا بالله، مهما ألمت المهمات والملهمات فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. عصا ماذا عساها تصنع في بحر؟ لكن أنا وأنت وكل مكلف من المؤمنين عليه أن يأخذ بالسبب، والتوفيق وتوفيق الله والإعانة من الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نأخذ بالسبب وأن نقصد مرضات الله عز وجل، وأن نسلك السبيل الذي رسمه لنا الله عز وجل. والتوفيق توفيق الله والإعانة إعانة الله سبحانه وتعالى. ليس بأيدينا حول ولا قوة إلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن نصدع بالحق في وجه الباطل وأن لا نغيظ منكرا، فإن فعلنا ذلك فإن الله ناصرنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فالله عز وجل أهلك موسى. حين يأس فرعون من النجاة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله عذب عليه وقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن في حالة اليأس وقالها كاذبا لم يكن صادقا، وإلا فالله عز وجل هو أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، هذا اليوم يوم عظيم وتتحدر الانتصارات إلى يومنا هذا وإلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يتوقف النصر عند موسى وقومه فحسب، بل استمر النصر والانتصارات والصدع بالحق في وجه الباطل في أمة محمد. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك سيدنا الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يوم عاشوراء ثورة في وجه الطغيان. ولما وجد الانحراف السياسي في فجر الإسلام بعد موت الخليفة معاوية وآل الأمر إلى غيره إلى يزيد، لم يمد الإمام الحسين وعدد من الصحابة كابن عمر وابن الزبير وغيرهم لم يمدوا يد البيعة إلى يزيد، لأن يزيد لم تكن تتوفر فيه الأهلية للقيام بالخلافة. فهناك من الصحابة ومن غير الصحابة من هو أولى منه بالدولة
بالحكم وبالخلافة دينا واستقامة وسياسة ورجولة بكل ما تعنيه الكلمة. ولما بلغ الأمر أصحاب العراق أن الإمام الحسين لم يمد يده للبيعة كاتبوه وأرسلوا له عددا من الكتب، وصلت إلى آلاف من الكتب تخبره بأن الناس ينتظرون قدومه ووصوله إليهم كي يبايعوه وكي يصدع بالحق، لكنهم سرعان ما خانوه وغدروا به. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ليتفحص الأمر وليتأكد منه. فذهب مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب إلى العراق، فوجد الناس يستقبلون الإمام الحسين، ووجد الناس منتظرين له يتلهفون شوقا لمبايعته ولفوده عليهم وإقباله إليهم. لكن الأمر بلغ إلى يزيد، فغير الوالي الذي كان النعمان بن بشير، غيره وعزله ونصب عبيد الله بن زياد الطاغية الباغي الفاجر الذي فعل ما فعل من الطغيان والفجور، وكان ظالما فاسقا قبحه الله، فنصبه وولاه إمارة الكوفة والبصرة. فقتل أو تمكن من مسلم ابن عقيل حتى أخذ الأمر من جميع جوانبه، ثم ألقى به من شاهق أو من أعلى مبنى في المدينة، قتله وفعل به ما فعل. ولم يبلغ الأمر إلى الإمام الحسين، ثم انطلق متوجها إلى الكوفة بعد أن أخبروه بأن له 50,000 من شيعته ينتظرونه وينتظرون قدومه. فما لبث أن وصل وقد نصحه بعض الناس ألا يذهب، لكنه استمر ويأبى الله إلا أن يمضي قدره في سيدنا الإمام الحسين. فلما وصل وتلقاه الحر بن يزيد، وقد أرسله عبيد الله بن زياد مقدما على 1,000 من الجيش، فقال له: لا أريد أن أبتلى بك يا ابن بنت رسول الله، فارجع من حيث أتيت، إلا أن الإمام الحسين بقي مصرا على رحلته وعلى مسيره. فلما وصل إلى مكان يسمى كربلاء، قال: ما هذا المكان؟ قالوا: كربلاء. قال: إنه يوم كر وبلاء، فأخرج عبيد الله بن زياد عددا من الجيش قرابة 4,000 لمواجهة الإمام الحسين، وما كان أصحاب الحسين إلا 72 فارسا، وكان معه أولاده وأهل بيته ونساؤه، وكان معه الضعفة من قرابته. فلما التقوا في ذلك المكان ووجد الإمام الحسين أنه لا مفر ولا مناص، وأنه سيغلب عرض عليهم 3 أمور. قال: إما أن تردوني من حيث أتيت، وإما أن تتركوني وحالي فأذهب إلى ثغر من الثغور إلى الترك أو الدير فأغادر حتى ألقى حتفي، وإما أن تذهبوا بي إلى يزيد. فأبوا. قد كان في بداية الأمر استحسن الأمر هذا، لكن بطانة بن زياد أكدوا عليه إلا أن ينزل عند حكمه، فأبوا ذلك، وقال: إلا أن تنزل عند حكم بن زياد. فترفع في نفسه، لأنه ابن بنت رسول الله، لأنه صبغ رسول الله، لأنه ريحانة رسول الله من الدنيا، لأنه أحد شبابي أهل الجنة، لأنه الصادع بالحق في وجه الباطل، وقد علم بغيا وطغيان ابن زياد، فأبى وامتنع. فكان لا بد من المواجهة، فانضم جيش 1,000 إلى 4,000، فصاروا 5,000 في مواجهة الإمام الحسين. ثم قام فيهم الإمام الحسين مذكرا لهم وناصحا إياهم، وقال: أتقتلونني أو أيصح لكم أن تقتلونني وليس في الأرض ابن بنت نبي غيري؟ فلما وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى انضم إليه عدد يسير، وهو ذلك الحر الشهم الكريم، الحر بن يزيد، الذي ماذا فعل؟
الذي انضم مع بعض أصحابه وعددهم 30 رجلا انضموا إلى الإمام الحسين وكان عددهم 30 فقط. فقاتلوا دون بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوة وبأس حتى قتل الأول بعد الأول حتى ما بقي إلا الإمام الحسين رضي الله عنه. وكل من شارك في مقتل الإمام الحسين وهي مصيبة لرسول الله وللأمة جمعا. ولا يجحد هذا العمل ولا يكابر في هذا العمل إلا من قذف الله في قلبه النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: قال: من أحبني فليحب هذين. وقال عنهما: سيدا شباب أهل الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى كل من في قلبه مرض اسمع إلى أئمة أهل السنة ماذا يقولون في مقتل الإمام الحسين. قال: وقد قتل شهيدا مظلوما، وكل من قتل الحسين أو شارك في مقتله أو رضي بمقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من قتل الحسين أو شارك في مقتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإنا نستفيد من ثورة الإمام الحسين، فإنا نستفيد من مواقف الإمام الحسين ألا نسكت عن قول كلمة الحق في وجه الباطل. وإلى كل من يتشيعون اليوم ويفعلون المنكرات اليوم بمناسبة عاشوراء ويظنون أنهم ينتصرون للإمام الحسين وقد خذل الإمام الحسين وأجدادهم الذين قرروا عليه بأنه معهم، لكنهم خذلوه وتركوه في أحلك المواقف. هؤلاء نحاكمهم إلى الإمام الحسين. هل كان الإمام الحسين يأخذ حقوق الناس بالباطل؟ هل كان الإمام الحسين يقر من يفعل المنكرات ويستضعف المساكين من المواطنين؟ هل كان الإمام الحسين يسكت عن قول الحق في مواجهة الباطل؟ هل كان الإمام الحسين يرضى بالانحراف السياسي؟ هل كان الإمام الحسين يرضى بإهانة العلماء؟ هل كان الإمام الحسين يستهدف الناس في مساجدهم؟ هل كان الإمام الحسين يفرض على الناس فكره؟ هل كان الإمام الحسين إلا رجلا من مشكاة النبوة ومعلن الرسالة؟ هل كان الإمام الحسين إلا رجلا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقيم العدل كما أقامه أبوه وجده وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلنأخذ العبرة من هذا اليوم العظيم ولنؤمل في يوم عاشوراء بأنه يوم انتصارات ويوم عز ونصر للأمة الإسلامية مهما كان حالها. ولا غالب لأمر الله، ومن ينصره الله فلا غالب له. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من فقال عز من قائل قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن ساداتنا الحنفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أبدل بأمتنا وليمننا أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وأهلينا ومقدراتنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره واجعل شفاكه في مكره واجعله عبرة لغيره.
اللهم عليك بالرعاة المعتدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وأديانهم وحلفائهم من أبناء المسلمين. اللهم عليك بكل المتربصين بالبلاد والعباد والدين من داخلها أو خارجها يا رب العالمين. اللهم عليك بكل المتجبرين المتغرسين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل المتجبرين المتغرسين علينا يا رب العالمين. اللهم عليك بمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ومن كان على شاكلتهما ومن دار في فلكهما يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تذر منهم صغيرا ولا كبيرا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم سخطك وبغضك وعقابك وعذابك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، لم شعثنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وولي علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار. اللهم انصرنا بالحق وانصر بنا الحق وأهله. اللهم انصرنا بالحق وانصر بنا الحق وأهله. واخذل بنا الباطل وحزبه ومكن لنا في الأرض يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، اجعلنا ممن رضيت عنه ورضي عنك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وكل من له حق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.